في الوقت ذاته شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحياء ذكرى مرور 75 عاما على معركة العلمين، وذلك بحضور ممثلين من 35 دولة. وألقى الرئيس كلمة قال خلالها: إننا اليوم على أرض العلمين نحيي ذكرى إحدى معارك الحرب العالمية الثانية التي راح فيها آلاف الضحايا، ونجدد العهد للحفاظ على السلام. وأضاف الرئيس في كلمته أن مدينة العلمين استحقت إنشاء مدينة جديدة لتقديم النموذج لأهمية السلام والبناء والتعمير وضرورة هزيمة آلام الماضي بآمال المستقبل. أستاذ محمد، أعتقد أن الخلفية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي جعلته يحرص مباشرة عقب الأحداث على حضور هذا الحدث العالمي. من تقديرك أو من خبرتك الصحفية، ما هي الرسالة المبطنة التي يريد أن يلقيها أو يعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم ولمصر من خلال هذا الحضور؟ أننا موضوعون في خطط التنمية والتقدم رغما عن الإرهاب. الإرهاب صحيح. إلى زوال، ولكن احنا مستمرين. الرسالة الأكبر ان احنا كان في دعوة لقيادات وسفراء من العالم بيحضروا، انك انت الرسالة كانت رسالة جميلة جدا، يعني الله يجازي الارهابيين وافعالهم الآثمة. يعني القصة انك انت 75 سنة على يعني 42 2017، في كل مرة لو 25 سنة لو رجعت تذكرها، أنا رجعت الأرشيف وإحنا شغالين على القصة دي، فلقيت في عهد عبد الناصر تم الاحتفال بشكل حتى منتج أمري جاء مصر، وفي ظل العداء التاريخي ما بين مصر ولندن على سبيل القاهرة ولندن، في عهد مبارك تم الاحتفال بها بشكل أسطوري. المرة دي كان مجهز أكثر من ذلك، مجهز احتفالات سياحية، والأذكى من ذلك أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس السيسي أرادوا أنك تدي نموذج للعالم كله، العالمين اللي كانت مسار دمار وفي كل الجثامين اللي موجودة في بطول الجثامين من دول الكومنولث ومن دول المحور أيضا. بالرغم كده احنا بنعمل تنمية في هذه المنطقة ولدينا تحدي في مدينة جميلة جدا على الساحل. أعتقد أن رسالة كان لازم تتم بشكل، في يوم من الأيام مش هيقولوا أن حادث إرهابي ويعني عطل التنمية في مصر، ولكن أدينا بشكل متحفظ. كان يعني كانت التجهيز لو ما تمش الحادث الإرهابي كنت هتشوفي حادث مهم جدا والعالم كله يشاهده، انك انت ذكرى 42 اللي كان فيها دمار ومئات الالاف من القتلى انت بتحوليها الى مدينه وتعمير. مشاهدينا الكرام، الى فاصل ونواصل من بعده نشره المصري اليوم من القاهره، والناس كونوا في انتظارنا.